يوحنا واقف سرحان في الناس دول. ايه مالك يا يوحنا؟ عايز انا احلل لكم شخصية يوحنا من جوه، اعيشها لكم. يوحنا قبل ما يكتب سفر الرؤيا كتب الرسالة الاولى والتانية والتالتة. طيب في الرسالة الاولى قال ايه؟ الروح القدس اللي اتكلم على لسان، الروح القدس نطق على لسان يوحنا وقال ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا. يعني ايه؟ يعني كل البشر ما فيش حد ما غلطش، الجميع زغوا وفسدوا، بس الناس دول ما فهمش ولا خطية. مش معقول روح الله يكون بيكذب؟ لا لا، ده دول ممكن يكونوا دول جايين من كوكب آخر، كوكب ما فيش خطية. الأفكار دي بتدور في ذهنه، ما اتكتبتش، لكن بنستشفها من الكلام اللي حصل. عارف بالظبط زي ايه؟ زي ما واحد يمسك التليفون ويقول له ايه؟ الله يسلمك. اعرف ان اللي بيكلمه بيقول له ازيك، انا ما سمعتوش بيقول له ازيك، بس ده رد الفعل. بالظبط. واحد من الشيوخ راح بيسأله، قال له انت عارف ان دول منين؟ من اين اتوا؟ اصل يوحنا افتكر ان دول مش من كوكب الارض. يوحنا ساكت بس هيجاوب، انت اللي تعلم، انا مش عارف دول منين؟ هل من مش معقول يكون من كوكب الارض؟ طب ايه رايك ان دول من كوكب الارض؟ ذهن يوحنا يقول له استحاله، لان دول لابسين ثياب من غير خطيه، واللي من كوكب الارض كلنا فينا عيوب. اقرا الكتاب المقدس تلاقي بطرس انكر، وتلاقي يهوذا باع، وتلاقي توما شك، وتلاقي احنا تخلينا عنه كلنا. مين فينا ما فيش غلط؟ لكن دول بلا غلط، ما فهمش عيب، واقفين فوق ما فهمش ولا خدش. قال له طب انا هقول لك سؤال تاني، ايه هو؟ انت عارف دول جايين من اي ضيق، من اي زمن؟ قال له انه زمن، قال له زمن الضيق العظيمه. قال له من اين اتوا؟ قال له انت تعلم. قال له دول اللي جايين من زمن الضيقه العظيمه. ياه، ده زمن الضيقه العظيمه. انا لما متى كتب في الإنجيل وقال لو لم يقصر الله الزمن لا يخلص جسد، ده زمن ضيق عظيم هيضل فيه ولو أمكن المختارين. إزاي دول بلا عيب؟ قال لا، مفيش حد بلا عيب. ما ليه اللي خلاهم كده؟ لأنهم غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف. ثياب اتغسلت، وخلي بالك مش غسلوا، غسلوا. في فرق بين يغسل ويغسل. يغسل دي متكررة، أنا بغسل وشي، بغسل جسمي، بغسل هدومي، لكن يغسل بعيد عنكم اللي بيموت بيغسلوه، يعني بيغسلوه بيبقى آخر حمومة، مفيش حمومة تاني بعديها. أدي معنى كلمة غسلوا ثيابهم وبيضوه في دم الخروف، مع أن الدم أحمر. الدم الأحمر ينزل على الخطية السوداء يحول حياتنا إلى بياض، لأن دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية. من أجل ذلك اللي هيعطى لهم، هم أمام عرش الله، دول هيبقوا قدام عرش الله، ويخدمونه نهارا وليلا أمام عرش الله، والجالس على العرش يحل فوقهم، يعني مغطيهم، مفيش خلاص حد يقدر يقرب. الساكن في ستر العلي يستريح في ظل القدير يبيت، لن يجوعوا بعد. بيتكلم، مش عايز يكلمنا أوصاف السماء هتكون إيه الإيجابية، لكن بيكلمنا أوصاف السماء من الناحية السلبية. اللي في الأرض بيجوع دول مش هيجوعوا، اللي في الأرض بيعطش دول مش هيعطشوا. أدي معنى كلمة لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد. اللي في الأرض بتضربهم الشمس وياخدوا حمى، لا تقع عليهم الشمس ولا شيء من ذلك، يعني شمس التجارب، لأن ما فيش شيطان عشان يقع في الغلطة، وما فيش جسد الخطية لأن جسدهم بقى نوراني. لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم. يقدر يقولوا بعد ما وصلوا للمجد، الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني. ويقتادهم، هناك في اقتياد، يقتادهم إلى إيه؟
إلى ينابيع ماء حية، مية الروح القدس، يشبعوا بعمل الروح كل وقت، ياخد من المسيح ويديهم، ياخد من المسيح يديهم، وما فيش، لأن هو غير محدود وما فيش محدودية لعطائهم. وآخر نقطة، يمسح الله كل دمعة من عيونهم. إيه يمسح؟ لما هم هناك هيبكوا؟ لا، هيخليهم معناها ينسوا الماضي، العذاب اللي شافوه كله يتنسي ويتمسح من مخهم، ويعيشوا في المجد والأمجاد.